بالتأكيد طبعا هي هذه القضية هي قضية خطرة جدا، أن يتم تعامل من قبل مجموعة كبيرة من المشرعين من النواب بهذه الطريقة مع آلية انتخابية ديمقراطية. هذا الشيء يهدد العملية السياسية ويهدد سمعة المجلس التشريعي ويهدد سمعة النظام السياسي بصورة كاملة. بالتأكيد اليوم هذه الأوراق إذا ما حكمت المحكمة الاتحادية ببطلانها فإحنا راح نشيل، طبعا هو العدد حقيقة ما وصل لي أكثر من 26، ولكن حتى نتحدث بال 26 إذا انشالت من مجموع أصوات سالم العيساوي فراح يصير 132، بما معنى أنه دكتور محمود المشهداني قد تفوق عليه في هذه الجولة. وحقيقة هذا الموضوع يعني القضاء يجب أن يركز عليه بشكل مكثف. القضية صارت مثل ما يقولون بالدارج بلا ملح. يعني أكو فد معلومة أيضا إلك ستي العزيزة، أكو معرض سيارات في من معارض النهضة، طبعا ما أرد أذكر الاسم يعني بدون ذكر أسماء. هذا المعرض في يوم الخميس اللي هو يسبق يوم الجلسة حمل 26 سيارة نوع تاهو على ناقلة مال سيارات وجابها إلى منطقة اليرموك، وهذه كانت مهيئة ل يعني تغيير قناعات بعض النواب الذين قد يسمح لهم ضميرهم في لبيع القضية أو لبيع المبدأ. يعني هذه تعتبر خروقات، يعني حقيقة ممكن أن نحسبها أخلاقية. هذه خروقات أخلاقية، يعني يجب على القضاء أن يضع حد لهذا الشيء. تدرين جنابك هذا قضية الشطب في ورقة انتخابية هي تحريف، هذا يعتبر قانونيا تحريف طبعا، وهذا الكلام بعد ما استشاريت قانونيين بهذا الموضوع لأن أنا مو مجال اختصاصي، ولكن هذا التحريف قد يصل بالمحكمة الاتحادية إلى أنهاء عضوية 26 عضو داخل البرلمان، وهذا الرقم كبير. ولكن حقيقة المحكمة الاتحادية قادرة أن تفعل مثل هذا الفعل لحماية العملية السياسية، لحماية العملية الديمقراطية. نعم هؤلاء النواب يجب أن يحاسبوا، وليس هم فقط، حتى النائبة اللي كانت تقرأ الأسماء هذه أيضا شافت هذه الأوراق وما علقت عليها واعتبرتها أوراق صحيحة في حين هي أوراق باطلة. حتى النواب اللي هم مراقبين الكيانات السياسية اللي كانوا واقفين، هؤلاء أيضا يجب أن يحاسبوا لأنه هي شوفتهم الأوراق وما علقوا على هذه القضية. الموضوع كبير جدا ويجب أن يحال إلى المحكمة الاتحادية اللي هي بدورها يجب أن تحاسب المقصر، وعليها أن تحاسب أشد حساب، لأنه المقصر هنا هو تشريعي مو مواطن عادي. يعني هذا التشريع اليوم ما لازم يغلط.